يا خدود يا اخي سوي لي كتم يا اخي لين تخلصون قال هي كتم انفسك يا مثل ما خلينا نعطي المره حكامها انت كتم انفسك انت ما ابغى الحكم انسكت هني ثلاث بيضات بكشوره هنا تفخنت علي ريقي طيب الحكم الثالث علي القصة الثالث الحكم الثالث الحكم الثالث يوه يلا سعودي الحكم الثالث سعودي دودي خليها سعود عندك معجون سعود لا تسوي نفسك ما تشوف اكيد عندي معجون يعني فرش فمي بيه تحطين معجون سعود على عيونك من هنا وهنا وتخلينا اربع حبيبي شنو في بينا نعمي يعني ولا ايش عطى حكم زي الناس سعودي لازم هذا لا اسمع سعود خليها تحط معجون على غرتها هم يسمعوني لا خلاص حطي معجون على الغرة